حلقة التنين 5 نيسان من طب زودياك رح تبلش معكم هلأ لنتعرف سوا على الأجواء الفلكية لبكرة كيف رح تكون. خلوني أخبركم بداية أنه بكرة على الساعة 10:05 صباحاً رح تبلش عنا فترة خلو مستار للقمر رح تستمر لغاية الساعة 4:04 بعد الظهر. مثل ما صرتوا بتعرفوا هاي الفترة ما بتكون مناسبة لأي خطوة جديدة أو مهمة بحياتنا، ويفضل نكمل أمورنا بطريقة اعتيادية وروتينية. طبعاً هذا الكلام موجه لكل الأبراج بدون استثناء. خلونا نبلش مراتبنا ونبلش بالنمبر 12 مع مواليد برج الدلو يلي بعدهم موجودين بنفس المرتبة وبعدهم عم بيحسوا بالتعب على مختلف الأصعدة خاصة بفترة قبل الظهر. إذا عندكم أي شيء مهم حاولوا تأجلوه لبعد الساعة 4:04 بعد الظهر لأنه رح بتصيروا الأكثر حظاً وكل شيء زعجكم أو ضايقكم باليومين الماضيين رح يكون لصالحكم. أما نسبة العاطفة فهي 13%. بالنمبر 11 وبتراجع 5 مراتب بنكون مع مواليد برج الجوزاء يلي بدهم يحاولوا ينتبهوا أكثر لأمورهم الصحية يلي بتخصهم أو بتخص حدا قريب منهم. انتبهوا تحديدا لجهازكم العصبي يلي هو نقطة الضعف يلي موجودة عندكم. كمان حاولوا تنتبهوا أكثر لأموركم المالية، وبكرة ما تدينوا مصاري لحدا إذا حدا طلب منكم، لأنه تحديدا بكرة إذا دينتوا يمكن ما يرجعوا لكم هالمصاري وما تشتروا شيء أنتوا مالكم بحاجته لحتى ما ترجعوا تندموا عليه. فترة بعد الظهر عم بتكون أفضل وأريح بالنسبة لكم، يمكن يشغلكم موضوع بخص سفر أو اتصال مع شخص موجود بمكان بعيد. أما نسبة العاطفة فهي 28%. بالنمبر 10 وبتراجع 8 مراتب بنكون مع مواليد برج الأسد يلي فترة قبل الظهر بدهم ينتبهوا يوصلوا متأخرين على شغلهم أو يتراكم الشغل عندهم أو يصير في مشكلة بينهم وبين أحد زملائهم بالعمل. فترة بعد الظهر نوعا ما عم بتكون أريح، يمكن تتقربوا أكثر من شركاء العمل أو العاطفة، بس انتبهوا من المواجهات، انتبهوا اتعصبوا. فترة بعد الظهر كمان عم بتكون مناسبة لتوقيع عقد أو ورقة مهمة. أما نسبة العاطفة فهي 37%. من نمبر 9 وبتراجع مرتبتين بنكون مع مواليد برج الميزان يلي فترة قبل الظهر يمكن يحصل مشكلة بموضوع عائلي أو بينهم وبين أحد أفراد عائلتهم. بكل الأحوال حاولوا بفترة قبل الظهر تنتبهوا لكل أموركم البيتية والعائلية. فترة بعد الظهر عم بتكون أريح بالنسبة لكم ورح تنشغلوا على الصعيد العاطفي بموضوع يمكن بخص حدا كتير قريب منكم أو بخص حبيبكم أو بخص حدا من أولادكم. كمان فترة بعد الظهر عم بتكون مناسبة لتجربة حظكم على الصعيد المالي. أما نسبة العاطفة فهي 49%. من نمبر 8 وبتراجع 4 مراتب بنكون مع مواليد برج الحوت يلي فترة قبل الظهر يمكن يحصل مشكلة بينهم وبين أحد أصدقائهم القراب جدا منهم، أو يمكن إذا رح يتواجدوا بأحد الأماكن أو أحد المناسبات يلتقوا بأحد الأشخاص يلي ما كتير عبالهم أنهم يشوفوا. بكل الأحوال فترة بعد الظهر عم بتكون مناسبة لترجعوا على بيتكم ترتاحوا وتناموا وتنتبهوا لصحتكم وتبعدوا عن كل شيء مزعج لإلكم. أما نسبة العاطفة فهي 51%. بالنمبر 7 وبتراجع 4 مراتب بنكون مع مواليد برج العقرب يلي فترة قبل الظهر بدهم ينتبهوا هن انه عم يسوقوا سيارتهم او هن عم يقطعوا الشارع. ينتبهوا من الحوادث، اكيد بعيد الشر عنكم بس حاولوا تنتبهوا من هذا الموضوع. انتبهوا من مشكلة ممكن تحصل بينكم وبين احد اخوتكم او جيرانكم، واذا عندكم اختبار مهم حاولوا تحضروا له وتدرسوا له بشكل كتير منيح. فترة بعد الظهر رح تنشغلوا على الصعيد العائلي، احتمال يكون في موضوع بخص حدا من افراد عائلتكم او يمكن يكون في موضوع بخص سكنكم او يمكن تفكروا تنقلوا لبيت جديد او يمكن تحسنوا بمنزلكم الحالي. هذا الحكي كله بفترة بعد الظهر. اما نسبة العاطفة فهي 65%. بالنمبر 6 وبتقدم 5 مراتب بنكون مع مواليد برج السرطان يلي فترة قبل الظهر إذا ما انتبهوا ممكن ما تمرق على خير وسلامة، ويمكن يصير في كتير مشاكل مع خصومكم أو مع شركائكم، ويمكن يعلى صوتكم ويصير في مشكلة إلى أول ما إلى آخر. فحاولوا تنتبهوا كتير تضبطوا عصبيتكم وردة فعلكم، احتمال يحصل بتعطيل لتوقيع عقد أو ورقة مهمة بفترة قبل الظهر، أو إذا توقع يمكن ما يكون لصالحكم. فحاولوا تنتبهوا أكثر من هذا الموضوع. فترة بعد الظهر عم بتكون أريح بالنسبة لكم، بس انتبهوا لمعدتكم لصحتكم أو لصحة حبيبكم. كمان حاولوا تنتبهوا أكثر لأموركم المالية واحتمال يمكن يرجع لكم مبلغ بخص دين أو بخص شراكة أو تعويض. هذا الحكي بفترة بعد الظهر. أما نسبة العاطفة فهي 70%. بالنمبر 5 وتقدم 6 مراتب بنكون مع مواليد برج الثور يلي فترة قبل الظهر يمكن يحصل تعطيل بموضوع بخص سفر أو بخص يمكن ورقة بتخص يمكن تجديد باسبور أو إقامة أو يمكن على صعيد دراستهم أو على الصعيد القضائي. كل هاي المواضيع بدكم تحاولوا تنتبهوا لها بفترة قبل الظهر. فترة بعد الظهر عم بتكون أفضل بالنسبة لكم خاصة على صعيد عملكم، علاقتكم بمدرائكم، أو يمكن تتعرفوا على أحد الأشخاص المهمين يلي رح تستفيدوا من علاقتكم فيه بوقت لاحق. كمان فترة بعد الظهر عم بتكون مناسبة عند كل مواليد برج الثور يلي عم بفتشوا على شغل جديد. أما نسبة العاطفة فهي 75%.
بالنمبر 4 وبتقدم مرتبتين بنكون مع مواليد برج الحمل العصبيين يلي يمكن يصير في مشكلة بينهم وبين أحد مدراءهم بالشغل، أو يمكن حدا بيشتغلوا معه يحاول تشويه سمعتهم بشكل عام، وخاصة على صعيد عملكم يمكن يحاول يمكن يطقطق براغي بينكم وبين مدراءكم، فحاولوا تنتبهوا من هذا الشخص كتير منيح وانتبهوا لشغلكم بفترة قبل الظهر. فترة بعد الظهر رح تنشطوا على الصعيد الاجتماعي، يمكن ترجعوا تشوفوا الكتير من الأصدقاء يلي صلكم فترة منيحة ما التقيتوا فيهم، ويمكن أحد الأصدقاء يساعد بتحقيق أمنية ناطرينها. أما نسبة العاطفة فهي 86%. بالنمبر 3 وبتراجع مرتبتين بنكون مع مواليد برج القوس يلي فترة قبل الظهر بدون يحاولوا يضبطوا أمورهم المالية ويضبوا إيدهم، انتبهوا تضيعوا مصاري أو ينسرق لكم مبلغ أو تبلشوا بمشروع جديد لأنه على الأغلب ما رح ينجح، انتبهوا لأموركم المادية بفترة قبل الظهر. فترة بعد الظهر رح تنشطوا على صعيد السفر القريب، على صعيد الاتصالات واللقاءات، كمان احتمال يكون عندكم مشروع مع أحد إخوتكم أو جيرانكم أو بتنشغلوا بموضوع بخصهم، كمان فترة بعد الظهر يمكن تشغلكم سيارتكم. أما نسبة العاطفة فهي 89%. بالنمبر 2 بتقدم 7 مراتب بنكون مع مواليد برج العذراء يلي يمكن بفترة قبل الظهر يحصل مشكلة بينهم وبين شخص كتير مقرب منهم كتير بيحبوه أو بيعزوه أو يمكن يكون حبيبهم، حاولوا تنتبهوا من انتقاداتكم يلي ممكن تسبب لكم مشاكل بفترة قبل الظهر، وما تبالغوا بتجربة حظكم على الصعيد المالي. فترة بعد الظهر رح يكون عندكم الكتير من الشغل وكتير من الواجبات يلي لازم تخلصوها، ورح تنشغلوا بموضوع بخص زميل لإلكم بالعمل، كمان فترة بعد الظهر عم بتكون مناسبة لتنتبهوا أكتر لصحتكم لرشاقتكم، خاصة يمكن إذا عبالكم ترجعوا للرياضة إذا كنتوا تاركينا أو حتى تبلشوا بدايت. أما نسبة العاطفة فهي 90%. ومنوصل للنمبر 1 لعند مواليد برج الجدي يلي بعدهم متربعين على عرش النمبر 1 بالتوب زودياك وبعدهم الأقوى والأكثر حظا، بس يمكن بفترة قبل الظهر يحصل بعض التعطيل بأموركم أو ببعض الطلبات يلي عبالكم إنكم تطلبوها. بكل الأحوال فترة بعد الظهر عم بتكون مهمة جدا لإلكم على الصعيد المالي، احتمال يوصلكم مبلغ إضافي يمكن من عمل قمتوا فيه من فترة، احتمال توصلكم هدية أو يمكن توصلكم عزيمة حاولوا تستفيدوا منها، وحاولوا تستفيدوا من أي فكرة مشروع جديد ممكن تخطر ببالكم أو يمكن ينحكى جديا معكم فيها بكرة بفترة بعد الظهر. أما نسبة العاطفة فهي 92%. هيك بتكون خلصت حلقة توب زودياك لليوم، حلقة جديدة انطروها بكرة.